اهلا وسهلا بحضرتكم. سريعا بقى الاجوبه عشان الوقت، ام دعاء كانت بتسال عن الدعاء اللي احنا بنقوله في صلاه الصبح، هي بتقصد يعني دعاء القنوت. دعاء القنوت سنه مستحبه اختنا الفاضله عند الساده الشافعيه، وبيكون الدعاء ده بعد القيام من الركوع، وان شاء الله نجيب لكم الصيغه في اقرب حلقه من باب التاكيد والتثبيت. بالنسبه لي إن احنا سؤالك الثاني، احنا ليه بنقرا نصف التشهد في الركعه في نص الصلاة وفي الآخر بنقرأ التشهد كامل؟ لأنه ده سن، يعني ده النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فهو النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه هيئة الصلاة وتلقيناها تعلمناها من حضرته صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، فده أمر النبي عليه الصلاة والسلام أوقفنا عليه. أوقفنا إزاي إحنا نصلي كده؟ يعني ده بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. يا صاحبة السؤال، ولكل مقام مقال، الأوسط بيكون قصير والختام بيكون طويل. أقرأ سورة ياسين، لازم تتقري في قضاء الحاجة بعد الفجر، بس تقريها بعد الفجر، تقريها في أي وقت المتاح لك، وتسألي الله بأسرارها وبركاتها وأنوارها إنه يقضي لك ما تريدين. هي يمكن اللي وصى بأنها بتكون بعد صلاة الفجر عشان وقت شريف، فنسأل الله سبحانه وتعالى القبول، لكن أي وقت أنا عايزة أقرأه.